النهارده كان في فيريرا عمل اجتماع كده مع لعيبه الزمالك. انتوا عارفين فيريرا رجع من السفر، رجع من البرتغال وعمل اجتماع مع لعيبه الزمالك، هناهم على الفوز امبارح على المصري. انتوا عارفين ان فيريرا ما كانش موجود في ماتش الزمالك والمصري، واللي كان بيدير المباراه مساعد فيريرا البرتغالي، وايضا كابتن اسامه نبيه عمل اجتماع كده مع اللعيبه. وفيريرا بيرحب بعوده محمود شبانه في يناير. طبعا في اصابات كتيره في نادي الزمالك في خط الدفاع راسهم محمود الونش، فالزمالك عايز يرجع محمود شبانه اللي هو في اعاره دلوقتي في نادي سموحه. برضو الزمالك عايز يتعاقد مع اسامه جلال من نادي بيراميدز في الفتره القادمه. الزمالك طبعا دكتور محمد اسامه مسافر مع محمود الونش خارج مصر، فالزمالك استعان بدكتور وليد عبد الرحمن طبيب قطاع الناشئين عشان يكون موجود مع الفريق الاول خلال الفتره القادمه لغايه ما يرجع دكتور محمد اسامه. الاسماعيلي بينقل تدريباته خارج ملعبه على ملاعب احد الفنادق كده في اسماعيليه استعدادا طبعا لمباراه الاسماعيلي القادمه مع سموحه ان شاء الله يوم الجمعه. كابتن ايمن الرمادي عامل اجتماعات مع لعيبه اسوان، عايز المباراه القادمه بالنسبه له مهمه جدا امام فاركو. قعد كابتن ايمن رمادي مع ايفونا ومع اللعيبه كده جلسات منفرده عشان يعني يفوق اللعيبه كده ويتعامل معاهم نفسيا عشان يخرج اسوان من الخسائر او الهزايم اللي بتمر بنادي اسوان في الفتره الاخيره. في نادي حرس الحدود برضو كابتن احمد ايوب والجهاز الفني بيحاولوا يجهزوا احمد داوده في حرس الحدود للمواجهه القادمه امام بيراميدز. ماتش صعب لحرس الحدود مع بيراميدز يوم الاربعاء في اسكندريه في استاد الماكس. طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي بنتفرج على كاس العالم وفي موضوع خاصيه الوقت الضايع اللي هو المباراه تكون ملعوبه، يعني الوقت الضايع بيبقى كبير جدا زي ما احنا شايفين في ماتشات كاس العالم. فبنسال سالنا كده داخل يعني داخل لجنه الحكام، هل نقدر نطبق موضوع الوقت الضايع ده هنا في الدوري المصري؟ قال لك لا، لسه لازم يعني يجي لهم تعليمات في دلوقتي صعوبه في تطبيق الموضوع زي ما بيتطبق في كاس العالم. فلسه التعديلات دي او التفاصيل دي بتاعت الوقت الضايع مش هتتعمل دلوقتي في الدوري المصري بقى لما يرجع كلاتنبرج بعد كاس العالم ويبدا يتكلم مع لجنه الحكام ونشوف يعني هل هتبقى ايجابيه ان احنا نطبق الموضوع ده في الدوري المصري ولا لا. فقال لك ان يعني لجنه الحكام حاليا بتقول ان في صعوبه في تطبيق خاصيه الوقت الضايع حاليا في الدوري المصري. اتحاد الكره بيبحث عن مباراه وديه كبيره تكون مع منتخب كبير في شهر مارس القادم. انتوا عارفين عندنا في شهر مارس اللي جاي ان شاء الله في 2023 عندنا ماتشين مع منتخب ملاوي في تصفيات الوصول الى امم افريقيا، وعندنا كمان وقت نلعب مباراه وديه غير الماتشين الرسمين. فاتحاد الكره بيحاول يوجد او يشوف مباراه وديه مع فريق عالمي او منتخب عالمي في شهر مارس القادم. نروح بقى المشكله كده في اتحاد كره الطائره، مركز التسويه والتحكيم الرياضي بياخد قرار ببطلان انتخابات اتحاد الطائره على مقعد الرئيس. اعلن مركز التسويه والتحكيم الرياضي فتح باب الترشيح مره اخرى على منصب رئيس اتحاد كره الطائره. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل في انتخابات في اتحاد الكره الطائره خلال الفتره القادمه على منصب الرئيس. طيب بالنسبه برضو امبارح كنت قلت لكم بعض الاخبار كده على فرق القسم الثاني دوري الممتاز ب ان حصل بعض التغييرات في الاجهزه الفنيه. امبارح كابتن ياسر رضوان استقال من تدريب نادي النصر، النهارده نادي النصر تعاقد مع الكابتن طارق السيد لتدريب نادي النصر في الدوري الممتاز ب المجموعه الثانيه مجموعه القاهره والقناه. كابتن طارق السيد بيتولى تدريب نادي النصر، وكان كابتن طارق السيد السنه اللي قبل اللي فاتت كان تولى تدريب نادي النصر. نتمنى التوفيق ان شاء الله لكابتن طارق السيد مع نادي النصر، وطبعا بنشكر كابتن ياسر رضوان على مجهوده الكبير الفتره اللي فاتت مع نادي النصر. بكره خلي بالكم يا جماعه هيكون معانا الاستاذ احمد القصاص ان شاء الله في حلقتنا بكره الاثنين، هنتكلم عن دوري الممتاز بيه ونجيب الاهداف ونجيب النتائج ونشوف كل الاخبار عن دوري الممتاز بيه بالتفصيل بكره ان شاء الله
في كوره كل يوم. طيب دي اخبارنا المحليه النهارده بعد ما اتفرجنا على ماتشات الكاس، والاهلي فاز على المقاولين، وبيراميدز فاز على البنك الاهلي، واصبح خلاص وصلنا لمرحله الدور قبل النهائي اللي هتقام يوم 16 يناير، الاهلي مع سموحه والزمالك مع بيراميدز ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع بقى نشوف اخبار ايه في كاس العالم النهارده، نتائج الماتشات، ونتكلم